أخبار اليوم. السادة الوزراء والشيوخ والأمراء والوفود العربية والعالمية والمجموعة الاقتصادية بمجلس النواب المصري ونجوم الفن ونجوم الإعلام، الحضور الكريم، اليوم هو يوم مختلف، اليوم هو يوم خاص ومختلف بما تحمل الكلمة من معنى. اليوم هو ميلاد نجمة جديدة في سماء الاستثمار المصري. اليوم نعلن لكل العالم أننا نحتفل على بقاع الأرض وأغلى بقاع الأرض وهي مصر. مصر حضارة 7000 عام، أرض الأمن والأمان، شعب يحب ويقدر كل العالم، يزرع الحب والسلام ويحصد الخير لكل الدنيا. اليوم في مؤتمر مستقبل السياحة العلاجية والاستثمار في مصر تحت رعاية مجموعة الجمصري للاستثمار السياحي والزراعي. أنا كل من بداخل هذه القاعة الآن حتى السادة الإعلاميين الصحفيين هما شركاء لنا في حلمنا. إحنا باختصار شديد عندنا فكر. إحنا شفنا مشكلة السياحة في مصر، مشكلة الاستثمار في مصر، ففكرنا في فكرة خارج الإطار وأتمنى إن هي تنال إعجابكم وسجلوها الآن، لأن غدا وبعد غدا سيشهد العالم أنها ستتسبب في نقلة حضارية جديدة لمصر. في البداية أود أن أوجه تحية عطرة شكر وتقدير لكل من تحمل عناء الحضور وأسعدنا بتشريفه لنا في مؤتمرنا الأول عن السياحة العلاجية في مصر. نحن مجموعة الجويسري للاستثمار السياحي والزراعي، جئنا إلى مصر من نابع الحب في هذا البلد، وليس بنابع الربح وزيادة رأس المال، فمصر أم الدنيا، ونحن نؤكد ليس بالقول فقط وإنما من خلال تواجدنا الفعلي على هذه الأرض الطيبة بمشروعاتنا. أننا سنكون داعمين حقيقيين في استقرار هذا الوطن اقتصادياً في عدة مجالات استثمارية. مؤتمر لأن مؤتمر ده بالنسبة لي بيحدث في طياته ومعاني كثيرة جداً. المؤتمر ده بيعني اللي احنا رسالة طمأنينة لكل المستثمرين سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى العربي أو المستوى الدولي، أن مصر دولة آمنة ودولة قادرة على استيعاب الاستثمارات اللي هي موجودة. سعيد كمان أن دولة بحجم دولة الكويت أنها تتولى الإشراف على هذا المؤتمر وتكون الرسالة منها لكل المستثمرين العرب على كل المستوى العربي سواء في دول الخليج أو خلافه، إن